السيد فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني. السيدة فيدريكا موغريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالمفوضية الأمنية. السيد ميشيل سابا وزير المالية والحسابات العامة الفرنسي. السيد رئيس الجمهورية، السادة رؤساء الدول والحكومات، السادة الوزراء، السادة رؤساء الوفود، السادة رؤساء الشركات الحاضرة هنا، سيدتي سادتي، أنه بالنسبة لي كوزير للمالية الفرنسي أنها شرف لي وسعادة لي أن أكون بينكم هنا وأن في هذا المؤتمر التاريخي أمثل جمهورية فرنسا ورئيس الجمهورية فرانسوا هولاند. إنني آمل أن هذه الانطلاقة الجديدة لمصر الجديدة أن تدمغها علاقات جديدة أكثر عمقا بين مصر وفرنسا، وهي العلاقات التي يرجع جذورها إلى التاريخ، فإنه منذ أكثر من 200 عام فإن بلدينا كانا يرتبطان بالناحية السياسية والاقتصادية والإنسانية، وقد قام بتحقيق إنجازات واسعة ما زالت موجودة حتى في المشهد المصري حتى الآن. إن ارتباط مصر بفرنسا في الحقيقة تأتي في إطار التعاون الفريد، وأن هذا الأمر لم يتناقص أبدا، وإن مصر إن فرنسا تساهم في بناء مصر الحديث، وإنها قامت بالمساهمة في بناء قناة السويس، وذلك إن ديليسيبس هو كان رمز لهذا التعاون، وذلك من أيضا من خلال الأعمال الطموحة الحالية من أجل توسيع قناة السويس من خلال المبادرة التي اتخذها الرئيس السيسي. إن مصر في قلب التاريخ منذ أكثر من 5000 سنة، وهي تلعب دورا محوريا لا يمكن الاستغناء عنه، وإنها من خلال ثقافتها وأيضا التأثير الذي تؤثر المؤثر الذي تقوم به رؤساؤها، وإنها جعلت مصر ملتقى للدول التي تقع على بحر المتوسط، وإنها شريك كبير لهذه الجهود الطموحة من أجل التحديث وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتي أطلقها الرئيس السيسي في ظل ظروف نعلمها جميعا. إن مصر تلتزم وتركب قطار الإصلاح، وذلك من خلال العزم من أجل إصلاح الاقتصادية وتحقيق تنمية البلاد، ونحن نريد أن نساندكم ونرافقكم في هذه المسيرة. إن مصر تقف إلى جانب مصر، وذلك لمرافقتها في تحولها من أجل تعزيز المؤسسات الديمقراطية التي تحقق تطلعات الشعب المصري. إن هذه الإرادة أكدها رئيس الجمهورية خلال زيارة الرئيس السيسي إلى باريس 26 نوفمبر الماضي، إن التعاون بين مصر وفرنسا يسجل في سجل التاريخ، وذلك من خلال الاستدامة، ويرتكز على قاعدة أساسية للاهتمام المشترك، وإن في من أجل ذلك تعمل فرنسا وتستخدم كافة أدواتها من أجل هذا التعاون، وأن التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي من أجل إنفاذ مشروعات ملموسة لصالح مصر ولصالح شعبها،
ومع الحفاظ على البيئة، إن هذا التعاون يرمي إلى تحقيق خير الشعب المصري. وإنني أفكر في مشروع مترو القاهرة الرمزي الذي لقي الدعم من الحكومة الفرنسية، والذي سهل مسألة المرور في هذه المدينة الكبيرة. وإننا نعمل أيضا من أجل خلق فرص العمل للشباب الذين لهم طموحات مشروعة، وذلك من خلال بناء البنية التحتية الزراعية، أو أيضا من أجل بناء المطارات لصالح السياحة، وذلك من أجل حل المشكلات البيئية. وهذا تحدي كبير بالنسبة للأجيال القادمة، وأنكم تعرفون مشاركة فرنسا التي ستقوم بعقد المؤتمر 21 للأطراف المهتمة بمسائل البيئة، وهذا المؤتمر سيعقد في نهاية هذا العام، وأن فرنسا سوف تقدم دعمها وسوف تقوم بإنشاء مراكز للطاقة واستخدام الطاقة المستخرجة من البيئة من الرياح. وإن الحقيقة إن الشركات والمؤسسات هي التي تقوم بتنفيذ هذه المشروعات، وإنني أحيي وجود شركات من كافة أنحاء العالم، وأيضا الشركات الكبرى الفرنسية، والتي تبرهن إلى أي مدى أن العلاقات فيما بيننا علاقات وثيقة. ولقد واجهت تحديات الزمن، هذه التحديات التي استطاعت مصر أن تتجاوزها خلال الفترة الأخيرة. إن الشركات الفرنسية في الحقيقة ظلت وفية لمصر، وبعضها أيضا مثل توتال وأورانج قامت بالاستثمار في مصر. وإن هذه الشركات تهتم بالمشروعات الكبرى التي أعلنتم عنها والتي قدمتموها والتي سوف تقدمونها في هذا المؤتمر. سيدتي سادتي، باسم رئيس فرنسا فرانسوا أورلاند، لا يسعني إلا أن أبعث برسالة صداقتي والثقة إلى مصر، ثقة في مستقبلها، في أمنها، في استقرارها، وفي دورها في تحقيق التوازن للعالم، وخاصة توازن هذه المنطقة من العالم التي تعاني بعدم الاستقرار وانعدام الأمن. أصدقاء الأعزاء، إن المجتمع الدولي بأسره يتوجه بنظره إليكم، فهو يقدم لكم مساندته، وفرنسا أيضا تقف إلى جانبكم وتقدم لكم الدعم. السيد أليكسي أليوكايف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي.